هذا اللي يتعقل. أنا أريد أزوج بنية ما حاكي أصلاً بالتليفون. خاب وين لقيتها هاي؟ هاي تجي وحدة مال 100 تجارب قبلي. كفيلكم الله. شنو؟ شوية من رخصتك يا حلو. مالك شغلة أنت؟ أنا بقاعد أتمشى هنا أنام هنا أتريق هنا أتغدى هنا أتعشى. أنا منو؟ أنا مرض معدي وأنت طفل. أنا غاز من تنزع الكمامة تنمطل. أنا منو؟ أنا شنو؟ شايفين من تاخذون عطر ب100 دولار وساعة أو ساعة ب500 دولار ويجي الوالد يسألكم بيش هاي ابني ماخذها كلش حلوة والله بابا ب35,000 يعني حتى ما تكبر المشكلة يقول لك هاك ابني هاي 35 روح جيب لأخوك منه شنو شعورك؟ هنا تقع العواصف الله أكبر عليكم يا ريتكم ما تكذبين شنو هالدناءة؟ ما قلتي اي سيوان؟ جهالك اكلوها وجهالك لقوها زين ولو مسخم ابوهم شياكل زقنبوت المسخم ابوهم سويت له مقلوبة لو ما قالت احسن خام تسخمني ليش؟ وليش مقلوبتي ايش؟ شبيها حلوة انقلب عليها سلور ان شاء الله ليش؟ وليش هاي رادة باذنجان ايه؟ وطماطة ايه؟ وتمن ايه؟ ودهن ايه؟ وزيان راس ملح وملح لان كلهن وش هذا مصرف المقلوبة انا قلت لك تسوي مقلوبة مو انت راح تاكلها يا حبيبي اكل انت تاكلون حتى طابوك الا مقلوب قمت الشهيد يمي بتولى بلبي قمت الشهيد عندي لك والله مو الي نسيت الخبز نسيت المعروق صبع بيت ابوك ها نسيت الخبز اليابس نقعوه يلا تاكلوه بطل من هذا الحكي بطل هاي شنو بيدك فعله دنيا اخرى شو تحمل حتى تحمل شو حلو التمثيل بس مو على المخرج انا غير انا ما حد يملكني انا بكفه والكون كله بكفه شبيه الواد من دقه ولد سال ابوه قال له بابا شنو الفرق بين القدر والمصيبه قال له ابني هسه مثلا احنا نروح للبحر ونخلي امك تسبح وتغرق هذا يسموه قدر ولا اعتراض عليه بس المصيبة إذا طلعت تعرف تسبح تخيل إيش قد مخنوق الرجال همينا أول ما قعدت لقيت نفسي محظورة من أكسبلور يلا يلا حبايبي ما عليكم بالقلوب يلا ملاعب العيد وطاق لكم الفيديو أكسبلور ما تهمنك إنك ما تهمني أصلاً بعدك متهني خلصنا روح ومرتاحة دونك عرفت هالراحة واحد اتصل بزوجته وقال لها حبيبتي اليوم من أرجع من الشغل نطلع نتغدى برا قالت له أوكي رجع من الشغل لقاها شايلة الصينية مالك خالتها برا بالشارع ما متعودة على الرومانسية الزرقاء شايفين من تنطون غراض الأمكم للوالدة الحنونة تقولها ضمي لياها هاي تسوي مثل هذا الترند وي راحت انتهت من تجي تسألها ماما انطيني الغراض ما نذكر اصبر فتشوي عود اقوم ايه ما تقول لك رأسا ما اتذكر فتشوي عود اقوم هسه تعبانة وشوية شوية تقول لك والله نسيت وين حاطتها هسه بعد عود ادور لك اياهن شبيج يمو يعني وين راحت الغراض مضاميمهم ابليس الازرق ما يندلي ابد يعني صدقوني من تنطون شيء ضمهن خلاص انسى اتعجب على الولد من يطلب صوره من حبيبته حبيبتي دزي لي صوره بدون فلتر شكت فطير وربي فطير هسه ما يحتاج فلتر كل المفلترات سنتراوي يعني من السنتر من الأبي تروح للمركز تجميل تتفلتر وترجع لك ما يحتاج فلتر والله خطينت كله نفخ وشفخ وربي يعني احكي جد على بعض البنات انه فد مرة يعني فد مرة اوفر فهسه يا عزيزي الفلتر صار طبيعي ملزوق على الوجه عينكم الله هسه حتى لو تمسح المكياج عادي
الفرق بين العراقي والياباني. الياباني عمره 35 سنة ورقم نعالة تكرمون 39. عندنا العراقي عمره 13 سنة ورقم نعالة تكرمون 41. أدرب ربكم شابي حليب ديناصورات. تعال من يصير عمرك 18 سنة اش تلبس.